في اللقاية القعدان، وأيضا رصدت لهذا الشوط جائزة عينية قيمة للفائز بالمركز الأول، عبارة عن سيارة تويوتا كروزر بيك أب تنتظر الفائز بالمركز الأول، إضافة إلى الجوائز النقدية القيمة إلى المركز العاشر. جوائزنا إلى المركز العاشر، ونتجه في هذه اللحظات مباشرة لنتعرف على مقدمة الشوط وعلى من يحتل الصدارة في هذه اللحظات مع أول انطلاقة هذا الشوط. هنا ولد الباز، وتعود ملكية ولد الباز لفيصل بن عبد الله العطية المضمر علي بن محمد بن سعيد النابت، ولكن تغيير من حلوان علي بن راشد العلي المعاضيد من غير صدارة الشوط، وانطلق انطلاق ممتاز، وأيضا صاحب انطلاقات حلوان ممتازة في هذا الموسم، أتمنى له التوفيق. ننتقل إلى المركز الثاني اللي من الجانب الآخر، اللي من الجانب الآخر، وأيضا اللي يليه القعودين الثاني والثالث أرقامها محجوبة. نواصل ونحاول أن نتعرف على أي واحد مشارك يظهر لنا رقمه في هذه اللحظات من الخمسة المراكز الأولى، بينما نشاهد على شاشة التلفزيون لحظة التكريم للثلاث الفائزة بالشوط الماضي اللي تستاهل الزعفران وتستاهل التكريم، تشاهدونها على شاشة التلفزيون. هذه مزيونة المملوكة لابن نايفة وصاحبة السيارة الماضية. أيها الأعزاء، تغيير على مقدمة الشوط، ولد الباز يعود مرة أخرى. الله، هو النداء لشامخ لعبيد من علي بن رشيد الاكتبي وصاحب سيارة معنا بن رشيد في هذا اليوم، هو صاحب الشوط الأول الرئيسي في اللقاية القعدان. بن رشيد يعود مرة أخرى، ولكن أشقر وهملول وفلاح والشامخ، يا سلام يا سلام، ولكن هملول فلاح 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 وسعيد من بطن الزعبي، يا سلام يا سلام يا سلام، لا 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 لا، الشوط لمن يا متابعين؟ الشوط لمن؟ إذا هملول وأيضا فلاح، يا سلام فلاح، ولكن عاد الشامخ وفلاح، الشامخ، الله 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 الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على اختطاف المركز الأول في الوقت الحساس، تهانينا والناموس لمالك شامخ عبيد بن علي بن رشيد الكتبي، والنقطة الثانية له في هذا اليوم. المركز الثاني فلاح لسعيد بن بطي الزعبي، المركز الثالث وصل أشقر العلي بن خميس بن محمد، المركز الرابع هملول المطر بن حمد بن عميره الشامسي، المركز الخامس وصل في خامس المراكز نشوان المبارك بن علي بن مسلم المنصوري، تهانينا والناموس لمالك الشامخ من أتى في الوقت المناسب لينتزع المركز الأول، وبالتالي النقطة الثانية اللي في هذا الصباح بعد الفوز بالشوط الأول الرئيسي. 7 دقائق 46 ثانية، 85 جزء من الثانية، تهانينا لعبيد بن علي بن رشيد الكتبي. المركز الثاني فلاح اللي ما قصر في هذا اليوم، وتوقيت فلاح 7 دقائق 47 ثانية، 8 أجزاء من الثانية، تهانينا وناموس لسعيد بن بطي الزعبي. المركز الثالث أشقر، توقيت أشقر 7 دقائق 47 42 جزء من الثانية، تهانينا وناموس لمالك أشقر علي بن خميس بن محمد، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.